لاعب اكثر مني وال 18 برضه بال 15 اعزائي مشاهدي التلفزيون عبد الخال اسعار خفيفه يا خال حضراتكم في جوله اسعار خياليه اخوه مدينه الخارجه محافظه طلعت بطاطس سبعة اصابع اخوه دفاع ب 10 النهارده اخوه دفاع ب 10 عبد العزيز يا مشمش يا مشمش يا مشمش خمسه جنيه خيار خمسه جنيه طماطم علي علي زي ما احنا شايفين الاسعار والخضروات في توحيد لسعر الخضروات والبطاطس والخيارات والفلفل تعالى 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 في اقبال على اشغال من المواطنين عبي يا خال عبي يا خال ايوه ايوه يا رجل عبي يا عمي خمسة جنيه طماطم خمسة جنيه بطاطس يا خال خيار اسعار خفيفة متابعين معاكم اعزائي المشاهدين كم ب 10 كم التوازن معاكم؟ 3 ب 10 الله وكيل 3 ب 10 الطماطم 3 ب 10 الطماطم 3 ب 10 5 خيار الطماطم 5 بطاطس العنب والتفاح والخيار ب 10 عنب وخيار وتفاح ب 10 ايوه ايوه الاسعار ايه؟ الاسعار زي العسل تفاح ب 10 جنيه الفوق ب 10 أيوة. والعنب ب 10 طماطم ب 5 بطاطس ب 5 خيار ب 5 باذنجان ب 5 بصل احمر ربع 3 ب 10 مشمش ب 10 فلفل شطه ورومي 3 ونص ب 10 كل حاجه رخيصه يا فندم اه كل حاجه رخيصه على كده يا باشا تابعين معاكم اعزائي المشاهدين عاوزك تنزلني مع ابو محمود انت لايف دلوقتي اخبار الاسعار ايه عندك النهارده؟ اخبار الاسعار ايه النهارده عندك؟ اسعار خفيفه واسعار رخيصه وكل حاجه رخيصه يا باشا طيب النهارده عندك انا شايف بطاطس ب 3 ونص 3 ب 10 بطاطس تحمير 3 ب 10 دي بطاطس تحمير طماطم 5 مشمش ب 10 متابعين معاكم اعزائي مشاهدي التلفزيون اليوم السابع نستعرض اسعار الخضروات والفاكهه في سوق شوالة مدينه الخارجه في انخفاض كبير في الاسعار. السلام عليكم. ايه الاخبار؟ 180 قول لنا اسعار النهارده اخبارها ايه؟ النهارده احنا شايفين انخفاض كبير في الاسعار وانتوا ايه؟ بطاطس ب 5 الدجاج 3 ب 10 الخيار كيلو ونص ب 10 الطماطم ب 5 طبعا الطماطم دي درجات يعني في انا شايف في 3 ب 10 وفي في حاجات تعبانه وفي حاجات كويسه اللي هي كويسه ب 5 جنيه اللي هي بطاريه شويه بتستخدمها في الصلصه ممكن بتبقى 3 ونص طب انا شايف هنا في عندك شطه وعندك الفلفل الوان الشطه والالوان تمام الكوسه ب 10 والباميه دي ايه؟ الباميه
الفتح دي بلدي ولا العجل هنجري جهاز العرايس وبتاع العرايس ربنا يسهل يزكي رب 50 جنيه يعني 4 بنتين تمين معاكم عايز اقول لك حاجه السلام عليكم ايه الاخبار كل صار تمام عايز الطرح نكمل معاكم اعزائي المشاهدين جوله في سوق الخارجه للثروات والفاكهه والاسماك واللحوم السلام عليكم اخبار الاسعار النهارده الحمد لله بس اخبارك يا معلم كويس تمام والله اخبار الدنيا معاك ايه الاسعار النهارده اخبار ايه لا تمام والله كله بسرعه انا بقى انا ب 10 وخوخ ب 10 وتفاح ب 10 وبتنجان ب 5 وبطاطس ب 5 وخيار ب 5 وطماطم ب 5 وفلفل ب 7 ونص كل اسعار تمام تمام ربنا يسهل الدنيا كلها رايحه والساعه وكيس ليمون بخمسه كيس ليمون بخمسه يلا كل حاجه رخصنا عايزين ايه تاني عايزين ايه تاني تابعين معاكم اعزائي المشاهدين تلفزيون اليوم السابع اسعار المنتجات والخضروات سوق الشعلة بيعمل على مدار اليوم من بداية الصباح لحد الساعة 12 ليلا ده أقدم سوق اتعمل في الوادي الجديد تحديدا مدينة الخارجة ومحافظة الوادي الجديد نفس الاسعار في كل الاماكن هي موحده بيبقى فيه اختلاف بسيط في الاسعار بالنسبه لدرجه جوده المنتج زي ما شايفين اعزائي المشاهدين خمسة جنيه طماطم وخمسة جنيه خيار تفاح ب10 عرب ب10 تعالى بدنجان بخمسة تعالى كوسة منجر يا عم عرب برغوف ب10 اعزائي مشاهدي التلفزيون اليوم السابع تابعنا معاكم جولة داخل خمسة جنيه خيار نتعرف على أسعار المنتجات والخضروات والفاكهة وفي انخفاض النهارده في الأسعار وإقبال كبير من المواطنين وشراء احتياجاتهم أشكركم على حسن المتابعة كنت معكم من مدينة الخارجة ماهر الأستاذ مدير مكتب اليوم السابع للمحافظة وتقبلوا تحياتي.